ده حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حير أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسح حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان مشاهدي الكرام تحياتهم طيبة كامل الترحاب ونحن نجدد العهد ونعود لنواصل مشوار الإبداع الذي بدأناه بكل الحب متكئين على ظل ذات الدوحة دوحة الإبداع نحن وأنتم في حضرة الإبداع والجمال بمختلف ضروبه فنا ولحنا شعرا ومعنى ريشة ولوحة طرفة وضحكة والكثير الكثير من إبداعاتنا نقولها لكم عبر دوحتنا الوريفة حلقتنا اليوم برضو حلقة متميزة متفردة مع مجموعة من الشعراء وفنان غامة شاعر زكريا الكناري حبابك والله انت منور دوحتنا الوريفة الليلة يا أخي حبابكم انتوا يا ضراي قلوبكم صافية حبابا ايش في للعيان ويدي العافية حبابكم كلكم كذي الوعودكم وافي حبابا يخجل الضيفان وحرف الغافية حبابك والله شير والله حبابك أخونا مايد ورمضان كريم عليكم الصوم وتفطروا على خير ان شاء الله ربنا يقدرنا يقدم ما يليق بجمال دوحه الابداع حبابك ملايين حبابك. منورنا والله يا اخي نرحب ايضا بالشاعر مرن العقودابي حبابك ملايين والله حبابك والله اخونا ماجد لك التحيه والله ورمضان كريم تصوم وتفطر على خير ان شاء الله وعساكم من عوادي ان شاء الله نقدر نقدم حاجه تليق بجمال دوحه الابداع حبابك ملايين حبابك حبابك والله حبابك. نرحب ايضا بالشاعر العجلاوي حبابك ملايين ما حبابك اخونا قاسم حباب دوحة الإبداع وقول للمشاهدين رمضان كريم عليكم إن شاء الله نقدم حلقة تليق بجمال البرنامج حبابك ملايين والله نرحب أيضا بالفنان الغامة بلطيف ود الرفيق حبابك ملايين حبابك. رمضان كريم والصوم تفطر على خير إن شاء الله نقدم ما يعجبكم ونكون عند حسن ظنكم إن شاء الله لك التحية والله أنا هنا يا متعودين على المجادعات والله أنا أخذتكم في فتيل برضه حبابك ملايين مجادعة ثلاثية دارينا في شنو؟ دارينا في الغزل للخضر دي في الغزل؟ عديلة لك بكا يا زكريا عديلة يا بيت لا لا وعد قد لي ما منتحمل يا قيفي خليه القلب يتأمل أي قمر السبعة سبعة في وشيك تكمل يا قيفي خليه النعام يتجمل أي والله الله يبشر طيب الأخلاق أبوها وأخوها مفصلين عمامة ناس عز ومسكورين بالشهامة عمامة جات من بعيد برقش يضوي زمامة قاعدة تقومنا بس ما تموتنا وقتي أمامة انت جميلة واجمل شي عيونك حياتي بشوفة تمسخ لي بدونك بسيب حرتي واسكن في سجونك ونفسي بصونة شان الناس تصونك شان الناس تصونك والله كان قلت الجمال أكبر نصيب الداها وإن قلت الخصال أجمل خصال شايلها إن قعدت موهطة قعدت القعداها وإن قامت تقول قامت الغيامة معاها يا سلام طيب الحب ليها والحب ليه سواها محالة عشنا وشفنا لكن ما لمحنا مثالة أي. كان احترضوا فينا وما لقيتوا منالة بمشي وجيبة من نص بيت أبوها رجالة الله رجال ماني ولد شوارع ولاني شيخ باجل أي. ولا تلومت في زول بالكلام العاجل أي. اسمك بخفي يا ملكة غناية الآجل شان احفظ حقوق أهلك وكلك راجل وكلك راجل والله جدي انجانا ما شاء الله جميل أصفاته نادر نوعه زي قمر وسط نجماته رص القدلة واحدين جنوا غير الماتوا والشيخ صلى لكن صلى بين لا كتار القالوا في الحارة بيتبوا عجالة وكتار القالوا بنعرف الحريم ومجالة كتار راموني في ريدهم عيون خجالة مون عارفيني كان حكمت بجيب رجالة الله بجيب رجالة أمسيت جسمي من حولنا ومعيوننا خفة ومصدر دمعي من كترة بكاي أنا جفة لا بشرب خمر أنا لا سجار لا سفة وهو حبيبتنا الوازن البنات بيكفة يا سلام سبحان الله كان شفت المشي التاتاي في كل خطوة تفتح جرح في جواي ساعة سلمت قال السلام بالهاي وشوف عيني يا شيخ جامعنا قال لها بشير الله كثير القلب مكسور مثل قالوا دبير وكثير الغن في ما يسو هديل عبير يا صح كثير القالوا فيك ما بعرف التدبير من عارف إني همباطي وحرامي كبير انت اميره والبنود بشوف ينخدمك
وانت حياتي زي المويه شايف عدمك بسعد شعري بيك انا لما امسك قلمك تفرح بيك ظل الارض اللي بتلمس قدمك. اي أيوة والله شفتها يا قلت خلاص دي يا علي قعدت جنبي ظنها دار تعرف البي قالت لي انت من وين يا اخو من ياد حي ويا عراس غزم حسيت بفيك رعي الله يتوجع وجع حبك ده اسملي غايه ومنيه وحبك ده ما بتوفي الحروف والغنيه بكضب قالوا ما بقدر اجيبك وعنيه مو عارفيني شان خاطرك بحرق الدنيا والله بتحرق الدنيا اسمك انت نخفيه ونقول لك اميره عشان ما تكوني فوق خشم الخلايق سيره قلبي هديه ليكي ونفسي ليكي يا سيره داير اديك وروحي وليكي ماها كثيره والله ليكي ماها كثيره شيخ جامعنا مسكين السي اصبح حكوى اصبح جسمه فايق ليه حراره المكوى قلت له رحكه يا شيخ نمشي نرفع شكوى قال لي يا اخي طير انا هسه راح قد دكوى الله يا شيخ هذا مقابلك بس قلت له طيب جن الليل وعقلي الهام وضر وطش ما بيزاد ومن الوجع الكبد تتحشى هي ترقد بدري بعد المغرب تنوم تدعش وانا بكتب ليلي كله ما اظن بتفش يا سلام جن الليل وكل ما يجن بحس بالجن داير قربه لكن ما حيزيد باظن الزول سرق قلبي وصبحت ان قلبي عفيت لي والزول صغير سن والله زول صغير سن يا اخي الشيخ ذاته مسكين شكله زول حساس جننتيه يا العينيك ملان نعاس انا سوي له يا شيخ اقرا سوره الناس وهي سوي لي يا اخي بدي مزه خلاص قل لي زايده بيفوق للسماحه سماحه كل الدار وقربك صد وعقب وقماحه أي. قل لي الداعب النسام عويده وماها عاشق شلت نوم عينه وحميط الراحه والله يا حميط الراحه اصبح حالي مخروبا مخرب خربه حاسب قلبي مقدودا مقدد هربه انا الخلاني دون الناس احس بالقربه قاعد جنبي لكن برضه شعر الغربه لا شعر الغربه يا اخي سبحان الله حيره اللي بيقولوا كبار لا بتفرس كبير لا صوفي للانصار سايق الحفله عاين وخش في الدفار والشيخ شال العود قال لي ده كفار بنوم بغبنا اي ريحتنا بالوجع عشيتا اي ادمنت السيجار وغبنتي ما فشيتا ماي جاد شيت انجاني من العمر ما غشيتا ولعت الجمر وكبتي تشيتا تشيتا كانت دنيا اي كانت سفري كانت زادي هسي تركت ريدة وسبت كل مشهادي كانت منبع فخري تجلس وقعاد النادي هسه فرقه لاحت ليها كنت البادي يا سلام معقول يا القمر تجي بالنهار وتعدي دربك قاسي ليه درب الهلاك بيودي زي لون الذهب لون الذهب ما بصدي والشيخ صلى لكن اصله مو متوضي لا يا شيخ هذا مركز اكثر منك طيب انتم مصدقيني ولا حليف لكم؟ والله ما تحلف اخوي والله ما مصدقين والله ما غريبين وما دل لكم حليف لكن انا كم بكيت لابواب البنات خبتها وشجرة كئيبة بيدمعة شقاي نبتة غير ما انه اخر دفعتي وربتة مرن بي 3 سنين وبنية ما سبت مصدق في جزء مربع تجي يا عقد هذه لكن خليني اقول لك يا ابو سار اخوك الما بتقول بيريد اصبح عقله بيعشق الاميرة شريد غيوم الغرام كلفني جهد جهيدة تاريك على العشق ما بتتمسك بالليل الليل يا مسماح انا بحسب النجمات ومن كتر السهر صاحبته سقداته بعد الناس تنوم زولك برص غافيات ومشتاق ليك شوقا حير الشوق ذاته والله حير الشوق ذاته ضربك مو دغري بيجي للقلب سييف وغزلك يا ملاك حاشاه من زييف بعد ما رين ناين اعضاه مصييف وزي الجبنة بيدعد لي المزاج والكيف والله يدي الجبنة عدل المكان اخوك من صغير ماسك صلاته يصلي هسه تلقى ساجد وعقله برا مولي الخلاه هايم وليه دروسي مخلي ما زياه اللي بتدرس في الشهيد متولي يا سلام دربك يا الملاك دون البنات خيرته غناي ليه بالسواك يا السمحة ما سيرته جاني النوم يا عائلي سريح طيرته اسهر للصباح حتى السقوط حيرته والله السقوط حيرته كيف هواك وعنوة جبته جسارة ما هماك بكاي وجروحي كابة نسارة ان داير تشوف زولت الله القلوب حسارة أقرب حاجة بلغة الشفوت كسار يا سلام كان شفت الأميرة وشفت عند غلاطة تحلف من تقول للقمراء نزلت ذاتة وظبط الفرق دائما تصلي صلاة راغية مهذبة وأيضا حروفة ثلاثة ماجد ليه 6 سنين كاين ما نام مناه تكوني ليه سمحة انت مدام ها الحكمت على الريد المخبع دام شالت قلبي
شيل المكوى للهداف. عفير الله عفير. البسمات اللي شبح الظلام فجاجة طلقت فيني نارا زي ثغر وجاجة أشالت حنان وتربثت نفاجة خفصت قلبي خفصت ضربة كل صاجة. عفير الله عفير الله عفير الله عفير الله. لكم التحية والله ودى الرفيق يا أخوي الغزل ده والله نحمة يمين كلنا الله وانت سرحت بعيد والطاقيه نزلت الطاقيه نزلت الله الناس زي الحقيقه يا ماجد اطربونا والله والله يطربونا والله يطربونا والطاقيه ذاتها باقي لي تربه الله يطرب ذاتها هي اللي قاعده تقول تواسينا والله الاغنيه طيب انا بخش لكم بأغنية بتقول لا من كل الناس هوانا وقال نحن محال مواصل قلت بفاها بريده والعشق جواها حاصل الاغنيه دي حقت زول اخونا شديد اسمه علي محمد من الشماليه والحان وهدايانا الحان وهدايانا ده الرفيق نسمع حتى اللي بده حبابا ألف مرحبتين حبابا لك التحيه والله ودي الرفيق يا اخي بارك الله فيك ابداع والله في دوحه الابداع يا اخي والله تربطنا يا اخي الله يبارك لك التحيه والله يا اخي استاذ ماجد زكريا حبابك هناك من ثاني والله حبابك الله طيب قال سوي الحسنه في الدنيا الليجر ما بروح اي خليك واعي وابني من المحبه صروح سعدت الدنيا كلها في الوش المطروح وخداع المظاهر والسماح في الروح اي والله المو دايرك اصلا لا بيجيك لا بلوم وزايل الدنيا عيشتك فيها ما بتدوم احذر ثم احذر في الغلط ما تحوم ونظف قلبك اخوي النظاف مهدوم والله النظاف مهدوم يا اخي
الراجل العصير من قاسيتك ما فوت، والاخو كان صدق بيركز معاك ويموت، كان داير النسب ناسي مكوكرتوت، وكان داير الرجال ما تخاوي شان بنوت. أيوة والله. الخيل الاصيل دائما بيميز قدمه، والهاتك العروض ما ظن بينفع ندمه، العزب الاصيل ما ذاك ملك بيخدمه، والمال اللي بيجيب لك زل خير لك عدمه. ابشر بخير والله، ابشر والله، ابشر والله، ابشر. الراجل مواقف مو جلل ابو شال، والجود والكرم ما بيشترن بالمال. اي والله. كان داير تعيش في الدنيا مرتاح بال، بر والديك وكرم الضيف وخاوي ريال. ابشر بالخير والله، ابشر بالخير والله، ابشر بالعز والله، ابشر يا زكريا، لك التحيه والله يا الله يكرمك الله يعزك. حباب يا عقودابي، حباب اخونا واجد والله، نعرج لك من الحكمه دي والله. عندك قصه في الطرح يا، قصه طريفه كذا. يا والله وريال الاخوان ديل. طيب الطرح ابو حازمين انتوا؟ حازمين الناس تحاسب. اي طيب. سهم عينيها بالنظرات محكم جبدي، جد دكتور وقال اصبح مليف كبدي، جاتني اشاره بانه التواصل ما بده صدفه غريبه، جينا مطقمين بالكبدي بالكبدي، لسواها قلبي صبه وزي تقولوا حديد، وحايز العفه من تيلاده ما هو جديد، مهره سمحه قادله ومثله قال نديد، وطرحته بيضه ما شاء الله وسمحه شديد. لبي غلبا غزولتي وسيد بناته نجيبة، تمشي حزاني طرحة والسعادة تجيبة. زولتي الصوت أنا غمتريت ترين نجيبة، لوحة وكيد تطير بالبرتغال عجيبة. الله برتغال عجيبة. ما خرجت غسم دايما في البيوت محبوسة، وين ما طل تنور دنيتي المعبوسة. ديسة ما بينشاف مربوط ربي الدبوسة، قطعت كنافة كده مسكرة وبسبوسة. عينيك نار لا بتموت لا بتتحسمي، خايض الحرب لكن كيف النهار بخسمي. موناليزا في المتحف تتصوري وتترسمي، وحينا من الله خدر يجنن رسمي، يجنن رسمي. زولتي آية من الجمال فردية، ما وصفوها بالشين قالوا زول ردية، حارسة شوم وما بينوم يفك، وردية موتنا في حياها وطرحة الوردية موتنا في حياها. أبشر بخير والله، أبشر والله، أبشر بخير والله، لا خلت لا 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 خلت لا مطعم، أبشر بالخير. أبشر والله. عبد اللطيف عبد الرفيق، حبابك من تاني والله، حبابك ألف والله، جيناك من تاني في دوحتنا الوريفة. حبابكم حباب دوحتكم الغريبة. دينك تواسينا تاني. أبشر. تواسينا بشنو؟ تواسيك بالغنية بتقول أديني خاطرك يا جميل من دنيتك ناوي الرحيل، كلمات الأستاذ أحمد أبو جابرة له التحية، والحاب أداء عبد اللطيف الرفيق. لك التحية أبو جابرة له التحية من هنا، ولا رمضان كريم وصوم أفطر على خير إن شاء الله. إن شاء الله. لك التحية والله يا أخي. تسلم بارك الله فيك.
حتلبد حبابا الف مرحبتين حبابا حتلبد حبابا الف مرحبتين حبابا ودعي لاوي الزول ده ما داير فوتو كثير اها خاشف الوردي ده برضه ما داير يمشي عليه فخر حياه زي ده طقم الالوان ولا داير واسيب اها بقول يا من انبت الورده بعطور نفاحه ويا من زج في قلوبنا الغرام بالراحه انا ومحبوبتي ست الريد دي نلقى الراحه ونقضي شهرنا في المالديف عسل وسياحه يا سلام يا من كرم الانسان وحكم عقله ويا من ضاعف الريد كل يوم للقبله اقيد ريدي بعقد ممت تنحب لي جيبه مديني في الحله ويدقدق طبله ابشر والله يا من قرز ولتنا اقتصاد في تجاره ويا واغيني من خمره صعود وسيجاره اسوق ابواتي وامشي واجيبه من صدار يوم يومين ناشر ونركب الطياره ما بعيد على كريم ما بعيد يا من انغز الامم الاكان منكوبه يا من وزع الناس بين فقر ورطوبه تكون ريدتنا دون الناس دي حكوبه ونبدا حياتنا بوضه ومعاها ركوبه يا سلام كملنا قريشنا ابشر والله بعد السفر ولا قبل السفر؟ كملنا قريشنا ايش السفر جينا يا رب حركة تحية والله راس ما يلهوت والله يفوت يا اخي الله بلا تتخلى يا اخي اي والله ده الرفيق يا اخي والله لك التحية يا اخي نحن والله على اخواتيم حلقتنا وصلت حياك وان شاء الله نلتقي في مواسم غادمة التحية لكم والتحية لكل المشاهدين والتحية للاستاذ احمد الجابرة والله وليك شوق شديد ان شاء الله يا اخواننا نكون كنا عند حسن ظنكم وقدمنا حاجه تعجبكم ان شاء الله اللي عندنا قدمناه وان شاء الله ينال اعجابكم لك التحيه والله يا بارك الله فيك العلاوي لك التحيه والله سعيد جدا الليله والله يا اخي والله انا سعيد يا اخي والله يا اخي ما دايرين نكتر في التحايه عشان ما احتمال يسقط زول صح يسقط زول سهوا اكيد التحيه لاي زول بيعرف العلاوي ودايرين نخصص تحيه لكلية اقتصاد علم الإدارية تجارة دامر خريجين الحمد لله سبع خريجين انا وزول ماجد خريجين كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تجارة دامر تجارة دامر جنبهم زيارة ان شاء الله يوم والله ان شاء الله والله حبايبنا ما دعيتونا الاستقبال بتاعكم لكن بنجيكم والله حبايبك الدار دارك وتنورنا في اي وقت والله لك التحية والله ايوه بحيي الاسرة والاخوان عموما كده من دايرة كلية فيهم زول عشان ما يسقط منا زول ونفوت لهم في زول لك التحية والله يا اخي الله يكرمك يا اخي اقعد ابي والله اول حاجه التحيه للناس القاعدين ديل كلهم تحيه لك يا ود الرفيق والاستاف العامل برنامج دوحه الابداع ونفسي اخوي محمد عثمان التحيه لاي زول بعرف مين غني محمد العقودابي لانه اذا خصصنا سامي بيسقط زول سهوا بنخش لنا في لوم زي ما بيقولوا صح والله تحيه للاهل بغريه السعدابيه عموما ليهم التحيه من هنا لهم التحيه من هنا والله رمضان كريم عليهم تصوم وتفطر على خير ان شاء الله الله يكرمك يا عزيز يا اخي كناري حبابك حبابك اول تحيه لك انت اخونا ماجد الله يكرمك يا اخي تحيه للتيم العامل في برنامج دوحه الابداع تحيه لجميع الاهل في السودان عامه بدون في الريز وتحيه خاصه لهنا في قريه كنور قول له رمضان كريم عليكم وتصوم وتفطر على خير مره ثانيه لك التحيه والله يا اخي الله يكرمك الله يكرمكم يا اخي ودي الرفيق حباب ماجد جيناك في الختام والله ده لحن الختام حبابكم اختم لنا باغنيه قاجه ندى دارين طربو يا طربو تب اختم لك باغنيه بتقول انا من نسرين تعبت خلاص يا صلاح رجال كدباس كلمات الاستاذ احمد الجابر ايضا احمد الجابر له تحيه من هنا والله والله بارك الله فيك مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم الى ان نلتقي في حلقه قادمه كونوا في الموعد I'm not afraid to die.
وشها قرب بابا لوحة اليوم.